السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في درس جديد من دروس الفيزياء الخاصة بالسنة الأولى إعدادي لحالات الأجسام الصلبة والسوائل والغازات. إذا كيفاش يمكن لنا نفرقوا بين جسم صلب وجسم سائل وجسم غازي؟ قبل ما ندخلوا في هذا الدرس أعزائي الطلبة خصنا نتعرفوا شوية على الأواني اللي كيكون عندنا في المختبر، حيث المختبر ديال الفيزياء يدير بحال شي مطبخ، حتى هو عنده الأواني ديالو الخاصة. ما بين الأواني اللي كنشوفوا هذا الشكل، هذا كنرسمو في الدفتر بهذا الشكل، هذا كأس، إنه كأس. إذا كأس ديال المختبر كيكون فيه تدريجات كما تلاحظون في الصورة جانبا. كذلك هذا كيتسمى دورق، إذا دورق. ثم أخيرا كتسمى حوجلة. هادو أوان، إذا عقلوا عليهم، حوجلة بالون بالفرنسية. إذا في هذه الحالة هذه إذا عندنا ثلاثة الأواني. الحوجلة فيها جوج الأنواع، كاين واحد النوع عنده هنايا القاع مسطح، وكاين واحد النوع عنده القاع كروي. إذا في تقول لي هذاك اللي كروي كيفاش كيوقف فوق الطبلة؟ هذا كيتحط فوق واحد المسخن كهربائي، غادي تشوفوا إن شاء الله هذا الشيء. إذا الآن اللي كيهمني الأجسام الصلبة، أش كتعرف على الجسم الصلب؟ الجسم الصلب أولا يمكن مسكه بالأيدي، يمكن لك تشدو بيدي بحال الممساح، هاهو شديتو بيديا. ثانيا عندما اضعه في الاناء، في هذه الحاله كتقول لا ياخذ شكل الاناء. شوفوا مثلا عندي قطعه سكر، حطيت قطعه سكر هنا هايا بهذا الشكل، وحطيت هنايا هايا بهذا الشكل، ثم حطيت هنا بهذا الشكل. هل تغير قطعة السكر في الأواني الثلاثة؟ ما تغيرتش. إذا في هذه الحالة كنقولوا عندنا جسم صلب ولكنه مطرز. تذكروا جيدا، هذا كيتسمى جسم صلب مطرز. مطرز بحالاش؟ مطرز كبحال قطعة السكر، حجر، جميع الأشياء اللي كتكون صلبة يمكن لها تاخذ بحال المساحة، مثلا قلم، منجارة، إلى آخره. هادو كلهم كتسموا أجسام صلبة متراصة. غادي تقول لي إذا شناهو، كاين شي جسم صلب أخر؟ نعم كاين جسم صلب أخر. نفترض خديت الرملة، الرملة هل الرمل جسم صلب أم سائل؟ تقول لي جسم صلب، مزيان، ولكنه عندما أضعه في هذا الإناء كيولي الشكل ديالو بحال هكا، يعني كيعمر لي الإناء. إلا درتو في هذا الشكل كيولي هكا، إلا درتو في هذا الشكل كيولي بهذا الشكل هذا، يعني دائما يأخذ شكل الإناء الذي يوجد فيه. في هذه الحالة كنقولوا أن الرمل جسم صلب غير مطرز. الرمل جسم صلب غير مطرز، نو كومبا، غير مطرز. بحالاش غير مطرز؟ كي بحال مثلا الدقيق، حتى الدقيق الا كبيتو هنا كياخذ شكل الاناء. بحال مثلا جميع الاشياء، مثلا مسحوق القهوه، مسحوق السكر، القبز، الى اخره. هادو كلهم اجسام صلبه لكنها تاخذ شكل الاناء. هناك اجسام صلبه لا تاخذ شكل الاناء الذي يوجد فيه، تسمى اجسام صلبه متراصه، حجر الى اخره. وهناك اجسام صلبه كتاخذ شكل الاناء اللي كيكون فيه، كتسمى اجسام صلبه غير متراصه. مازال اذا احنا دابا شفنا ان الاجسام الصلبه فيها نوعان. نتذكر جيدا ان جسم صلب فيه صلب متراص وغير متراص. نشوفوا الان اجسام سائله. الأجسام السائلة، نعم، إذا كلشيكم كتعرفوا شنو هما السوائل، أكيد أنكم شفتوا هذا الشيء في الابتدائي. الأجسام السائلة هي أجسام طبعا لا يمكن مسكها بالأيدي، يعني واش تقدر تشد ليا الماء؟ ما غاديش تشد ليا الماء. الماء سائل، واش تقدر تشد ليا عصير؟ ما غاديش تشد العصير، العصير سائل. وتأخذ شكل الإناء الذي يوجد فيه. ولكن واحد القضية خصكم تعرفوها، ها هو مثلا حطيت الماء، لاحظوا هاني حطيت الماء هنا، فإن السطح يكون أفقيا، السطح يكون أفقيا،
دائما افقي، ما كيكونش عوج. وشوفوا السطح يكون افقيا وياخذ شكل الاناء الذي يوجد فيه. ولا كبيت الماء في الارض اش كنلاحظ؟ واش كيطيح في بلاصتو؟ كيبقى كيتدفق، كيتكب، كيسيل. وشوفوا اذا كنقولوا يتميز بالجريان، فنقول انه جسم مائع. جسم مائع هي بحال الماء، كبيتو مثلا شوفوا الام ديالكم اللي كتسيق الدار، ملي كتدفع الماء كتدفعو كيمشي مع الارض. اذا في هذه الحاله كنقولوا يتميز بالجريان. السؤال اللي كيتعطى في الفرد بزاف هو ان الاستاذ كيرسم لك كاس مائل، لاحظوا بهذا الشكل كيرسم لك كاس مائل هذاك، راه مائل. ومثلا نفترض حنا كاينه تحت الكاس شي حاجه بحال هكا، شي حجره ولا شي حاجه خلات الكاس داير بحال هكا واقف، وكيقول لك ارسم ليا المستوى ديال الماء. كلشي كلشي الدراري اش كيديروا؟ كيمشيو يعوجوا الاصفاره هكا وكيرسموا، كيقول لك ها هو الماء. لا، اذا اش قلنا حنا؟ الماء دائما يكون افقيا واخا يكون الكاس عوج، يعني ها هو افقي. ولكن لاحظوا كنزل هنا وكندير هكا، واش واضح؟ يعني واخا يكون الكاس مائل ولا الكاس هكا دائما يكون افقيا. وشوفهم تذكروا جيدا، الاستاذ دائما كيعطي هذه الفلفاض وكيقول لك ارسم لي الكاس وكمل لي المستوى الافقي ديال الماء. مزيان، اذا احنا تعرفنا على الاجسام السائله. نشوفوا الان الاجسام الغازيه. الغاز هي لا ترى بالعين المجرده، مثلا هاني هنا كاين الهواء اتنفسه، كذلك هاد الغاز لا يمكن ان امسكها باليد، ما نقدرش نقول لك يعني شديت لك شويه الهواء هاكو. وياخذ شكل الاناء، يعني الاناء راه ما كيكونش فارغ. مثلا انا رسمت لك قاروره، لاحظوا رسمت لك قاروره، مثلا نفترض قاروره، ها هي قاروره. إذا ها هي قارورة، هنا مليئة بماذا؟ مليئة بالهواء، مليئة بالهواء، واش واضح؟ إذا عندها الهواء. إذا في هذه الحالة ما كنقولوش حنا طبعا في الأدب كنقولوا قارورة فارغة، هي ما خاوية، اش كاين هنا؟ الهواء. إذا خويت الهواء مثلا، إذا بغيت نخرج الهواء من هذه القرعة كنشوه القرعة، كنضغط عليها بيدي بهذا الشكل كنشوهها وكنحل بوشون كنشوها كيخرج داك الهواء. واش شوفوا؟ اذا في هذه الحاله كيخرج الهواء. مزيان، اذا هنا نقولوا له ان الهواء كذلك ياخذ شكل الغرفه، ياخذ يعني ما تقدرش دابا تدخل شي بيت وتلقى الهواء كاين في واحد البيت، في واحد الشويه من البيت، واحد الشويه من البيت ما فيهش الهواء. الهواء ياخذ شكل الغرفه. وكنلاحظوا ان الهواء كذلك في الماء، مثلا اذا كان عندك الماء ومثلا دخلتي مثلا شي ستيلو هكا وسطي فيه، اش كتلقى؟ كتلقى فوق فقاعات. اذا الهواء عندما يكون داخل الماء ياخذ شكل فوق فقاعات. مزيان، وفي هذه الحاله باختصار هذا هو الهواء. اذا الهواء باش نختصروا الدرس، اذا اجسام صلبه، اجسام صلبه فيها متراصه مثل حجر، مثلا منجرة إلى آخره، هادو أجسام صلبة متراصة، ثم غير متراصة مثل رمل، دقيق، سكر، إلى مسحوق السكر يعني سنيدة، مسحوق السكر. ثم ما بعد تتميز أجسام الصلبة أنها في هذه الحالة هذه تأخذ شكل الإناء. أجسام سائلة بماذا تتميز؟ بالجريان، يعني كتدفق، لا يمكن مسكها بالأصابع. إذا لا يمكن مسكها بالأصابع، إذا في هذه الحالة كذلك تأخذ شكل الإناء الذي يوجد فيه. إذن أجسام غازية
بحال أجسام سائلة الجرايا لا يمكن مسكها بالأصابع تأخذ شكل الإناء، وهناك بعض الغازات لا ترى بالعين المجردة. إذا الآن غادي نشوفوا أشياء مهمة، أشياء مهمة إذا اللي هي النموذج الجزيئي ديال الأجسام الصلبة والأجسام السائلة والأجسام الغازية. إذا السؤال ديالنا علاش الجسم صلب صلب وعلاش السائل داير بحال هكاك وعلاش الأجسام الغازية دايرة بحال هكاك؟ طبعا هي من الخلق وإذا وهذا الشيء فاش اللي كاين، ولكن علميا علاش مثلا هاد المسطرة صلبة، علاش ما تكونش مثلا سائلة؟ شنو اللي خلاها صلبة وشنو اللي خلى المسائل سائل؟ فهاد الحالة باش نجاوبوا على هاد الأسئلة هادي غادي نحاول نرسم لكم واحد الإناء. إذا جميع الأجسام، جميع الأجسام تتكون من جزيئات لا ترى بالعين المجردة، جميع الأجسام باش حيت ملي كنشوفوا تلك الجزيئات هي باش كنعرفوا الأشياء وكنفهموها أكثر. في الأجسام الصلبة مثلا نفترض هنايا حطيت مثلا هنايا مثلا قطعة حديد ومشيت طليت عليها بالمجهر، سأجد هذا تكون من جزيئات، هاد الجزيئات حنا كنعتبروهم كريات بحال هكا كريات. كنلاحظوا ان حنا على طبعا غير بالسبعه كنحاولوا ان نبسطوا لكم المفاهيم كنديروا شكل كروي، ولكن من بعد ان شاء الله ما تخصصوا في الفيزياء غادي تشوفوا الحقيقه ديال تلك الجزيئات الى اخره. لاحظوا طبعا الى اخره بالنسبه للاجسام الصلبه هاد الدقائق التي لا ترى بالعين المجرده تكون متراصه ومرتبه، وشوفوا بينما في السوائل تكون متراصة لكن غير مرتبة عشوائية، كتلقى مثلا دورة هنا ثلاثة هنايا مثلا جوج هكا كيكونوا عشوائيين ما كيكونوش مرتبين، وشوفوا هادو السوائل. ثم الغازات كتلقى جزيئة شويات الخوا جزيئة شويات الخوا جزيئة، داك علاش ما كنشوفوش بالعين المجردة حيت حنا اصلا العين المجردة ما نقدرش نشوفوا بها جزيئة، اذا وهاد الخوا اصلا ما كيتشافش، وبالتالي داكشي علاش الغازات كلها ما كيتشافوش. وشوفوا اذا هنايا صلبه متراصه مرتبه، وهنا متراصه غير مرتبه سائله، ثم غير متراصه وغير مرتبه غازيه، ويمكن لنا نبسطوا لكم هادشي بهاد المحاكاه اللي كتشوفوا في الجانب ديالكم كما تلاحظون. لاحظوا ان الغازات اذا هذوك الجزيئات راه ما كتبقاش ثابته، راه كتحرك كترتطم بالاناء وكتدور الى اخره، داكشي علاش كتحتل الغازات مع شكل الاناء. وكنلاحظوا السوائل والاجسام الصلبه فهي غير يعني مستقره لا تتحرك جزيئاتها. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الفقره ديال هذا الدرس، ما تنساوش ان نص الدرس اسفل الفيديو. دمتم اوفياء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.